መሰረቱ አንዳንድ መሻይኾችንም ሆነ አንዳንድ አስተማሪዎችን የነገረ ሁሉ መመለሻ አድርጎ ማየት የሙስሊሞች እምነት አለ ይሄ የቀሳውስቶች እምነት ነው የቀሳውስቶች እምነት ነው ይሄንን ነገር ወደ እስላም ሰርጎ እንዲገባ የሚሰሩ በርካቶች አሉ የፈሳድ ባለቤቶች ማለት ነው ማንንም ሁሉ በሙሉ እንድትታዘዝ አልታዘዝከም መልእክተኛውን ብቻ እንጂ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አስተማሪውን ወላጂውን الشيخ الفلاني العلامة من أمن هي هلو كلام فارغ بعد وين نقرنا إن دت التعزز مولو بمن إن دت التعزز يتعزز كمو نبي عليه الصلاة والسلام إنه علماء النكتر على بلا نسند تكلم هو أنا ملك علماء النكتر على نسي سنة علماء النكتر على المالة نونج كان نصوص عند مزه كاو تحبوا لا يا لون بمن إن تكتر على اللب إما أساس تزن ديال الأمنة نونج مسلم وش زن ديال الأمنة على اللب نور نوبت عام كذي تعرفون غير من الدرجان؟ نان يشغب سوي زند مالن يا ربشا سوي زند النقلي يالوتن يالتكبلك اندونا انت يهونا نقرنا مالن انسو يفلقوني بالاستاوس شيخ الاسلام تيمية رحمة الله عليه من يالو انت نبي عليه الصلاة والسلام انت كتله مالن وبركاتوك النقفة بثمتها الله سبحانه وتعالى النقلي لمن التكتلك وينما النقلي لمن نقف كبراية اي كهن እርግጠኛው ስለ እስላም ነው ያወራን ያለን ቀልድ አይደለም ጉድጓዲ ድረስ የሚገባው ስራህ ነው እገሌ እገሊት አይደለም ተዋቸው እነ ሸህ እገሌን እነ ምናምን አስተማሪህንም ጭምር ነው ማለት ነው ከልቤ ነው ማውራው قال الله وقال رسوله انت وسد الله እንጂ ከሱ ማለት ነው የሚያስተምር እንደሆነ ባግባቡ السنة على لما تكتل نبي على لما السنة يهينا قال لنبي صلى الله عليه وسلم بيتشانا ميقبع وهل نقر مكتل قد يتاكين استاشولا بيتشانا عليه الصلاة والسلام ديناتشون يمان مجعوشات تادر قلت من اندفل لك ينقوتت انداتون من امسل هلو نفلق يبتن من امبيون مالين لزينو أنت لما نم على قوتة بلا بالك جزيء ما قوتة يعني فلقو سوج بأن ترى يزم تعلو فليقول ما شاء يالو تني بلو نجا الله سبحانه وتعالى في تقامة الطيق على قومه الطيق على كتله دي عينت قلد بسلف ياسم سي سرى رقمه بسنة سي سرى يبلت عن قبل